أفرجت لجنة العفو العام الفرعية بمحافظة صنعاء عن 37 ممن شملهم العفو العام. العفو عند المقدرة. 37 يمنيا أكرت لجنة العفو العام الفرعية لمحافظة صنعاء باجتماعها الإفراج عنهم في خطوة تثبت حسن النوايا في الداخل، وواجب أن يكون أبناء اليمن جميعا في البناء ضد ما هدمه العدوان. فهذه هي فرصة كبيرة لكم لعودتكم إلى حضن اليمن، ويعني العفو عنكم من هذه العقوبة، وهو حرص عليكم وعودتكم إلى حضن اليمن، ونبني اليمن معا بأيدي أهل اليمن وبجهودكم. ندعو جميع المغرر بهم الاستفادة من هذا القرار والعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى حضن الوطن والرجوع إلى أهلهم ومناطقهم، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن عزة وكرامة اليمن وحرية اليمن واليمنيين. لم تكن هناك بهجة أكبر من الإفراج التي تحدى بها المفرج عنهم العدوان، وقرروا أن يكون مشوارهم بعد الخروج هو مجابهته حبا ووفاء لليمن الأرض والإنسان. والآن دخلوا احنا نقول احنا المركزي، وإن شاء الله يتم خروجنا اليوم. وأنا الآن ضد العدوان وليس مع العدوان، ولا نجد مع العدوان، قلت لك ولا نحن مع العدوان، إن احنا ضد العدوان وليس مع العدوان. يا وان الوطن ملك الذي هم باليمن، مش ملك الاجانب. تمام، لا تقولش ان احنا والله ورب محمد ولا نقبل باي واحد يدنس البلاد. الفرصه الذهبيه في العفو العام عن المغرر بهم بمن فيهم الذين انخرطوا في صفوف المرتزقه تجعل من ابناء الوطن جميعا شركاء في مستقبله المنشود بعد كسر اليمن العدوان الغاشم والانتصار لسيادته واستقلال قراره الوطني. محمد جميل، اليمن اليوم. صحيح.